إذن تواصلنا يستمر، تحدياتنا تتواصل مشاهدي الأعزاء مع سن اللقاية، سن أيضا المفاجآت. هنا متابعين الكرام ينطلق الشوط الخامس حاملا في طيات الأبكار المحليات الأصايل، لنبدأ مع صدارة هذا الشوط والمركز الأول قاية لسهيل بسالب بن متعب بن سعيد العفاري، يتواصل في هذه اللحظات مع قيادة هذا الشوط والمركز الأول. ياتي شعار بن متعب هنا مع قاية، بينما المركز الثاني التواصل من منحاف ومحمد بن بخيت بن نوبي العامري، ياتي في هذه اللحظات على ثاني الأسماء من خلال تواصل هذا الشعار، بينما هناك القدوم والتواصل أيضا مشاهدي الأعزاء من عجايب ومحمد بن هادي بن بيحان المنهالي، ياتي في هذه اللحظات على ثالث الأسماء، بينما المركز الرابع الوصول والقدوم في هذه اللحظات والتواصل من لفيف وحامد بن مصبح بن محمد بن راشد المنعي، يتواصل في هذه اللحظات. بينما هنا الدخول والتواصل مشاهدين الأعزاء متابعينا الكرام من خلال هذا التحدي والمنافسة الرائعة والجميلة، يصل في هذه اللحظات ويتقدم مع غالية محمد بن حمد بن صالح العامري، يتواصل في هذه اللحظات أيضا من خلال هذا المسار وخلال هذا التحدي على خامس الأسماء، بينما المركز السادس هنا التواصل والقدوم مشاهدين الأعزاء ومتابعين الكرام، ياتي في هذه اللحظات مع حدث سيف بن عبيد محلوس بن ذيبان العامري، يقدم لنا حدث في هذا المسار، بينما هناك الدخول والتواصل على سابع الأسماء، ياتي في هذه اللحظات مع الواعي عبد الله بن علي بن سعيد بن هويدن الشامسي، بينما شعار بن عثعيد يصل في هذه اللحظات ويتقدم من خلال هذا المسار مع غاية وعبد الله بن مبارك بن عثعيد العامري، ياتي في هذه اللحظات من خلال هذا المسار على ثامن الأسماء، بينما المركز التاسع القدوم من شعار سهيل بن سالم بن هي العامري، يقدم لنا الهدى على تاسع الأسماء، بينما المركز العاشر شعار أبو سعيد قادم في هذه اللحظات مع الدانة والعثة بالخزع بالعثة بالهركي العامري. هذه النتيجة للعشرة الأسماء المتقدمة في هذا المسار، بينما هناك أسماء خلف العشر نتمنى وصولها لتشعل نار المنافسة، لتشعل فتيل التحدي ما بين هذه الأسماء. نعود إلى مقدمة هذا الشوط، نعود إلى الصدارة متابعينا الكرام من خلال هذه التحديات. ما شاء الله تبارك الرحمن، القيادة والصدارة هنا أيضا متابعي الكرام مع منحاف، ياتي شعار محمد بن بخيت بن نوبي العامري، يتواصل في هذه اللحظة مع مقدمة هذا الشوط من خلال تواصل منحاف على الصدارة، بينما ثاني الأسماء هنا قاية وسهيل بن سالم بن متعب بن سعيد العفاري، يتواصل في هذه اللحظات على ثاني الأسماء، وصل في هذه اللحظات هناك مع قاية، ياتي محمد بن حمد بن صالح العامري، يقدم لنا قاية وقايتها الفوز، قايتها الانتصار والناموس، المركز الرابع الوصول والقدوم في هذه اللحظة مشاهد الأعزاء. ياتي شعار حامد بن مصبح بن محمد بن راشد المنعي هنا، يقدم لنا لفيف في هذا المسار وهذا التحدي وهذه المنافسة، بينما هناك الدخول والقدوم على خامس الأسماء، ياتي هناك محمد بن هادي بن بيحان المنهالي مقدما عجايب في هذا المسار، محمد بن هادي بن بيحان المنهالي، بينما هنا الوصول هنا القدوم أيضا متابعي الكرام من الدانة للعثة بالخزع بالعثة بالهركي العامري، ياتي في هذه اللحظة أيضا من خلال هذا المسار وهذا التحدي على سادس الأسماء، بينما المركز السابع هنا التواصل وهنا القدوم من شواهين لسهيل بن سالم بن حمد بن طبع العامري، وهناك بن عثعيث قادما مع أيضا غالية، يقدم غالية في هذا المسار مشاهدي الأعزاء، محمد بن حمد أو هناك أيضا نعم بالفعل يتواصل مع قاية، وهناك عبد الله بن مبارك بن عثعيد العامري، هنا يقدم لنا قاية نعم بالفعل في هذا المسار، ولكن لا بد
لا بد من العودة إلى مقدمة هذا الشوط، وهناك الصدارة. القيادة متابعينا الكرام، ياتي شعار محمد بن حمد بن صالح العامري مقدما غاية في هذا المسار وهذا التحدي وهذه المنافسة مشاهدي الأعزاء. بينما هنا بن متعب ياتي على ثاني الأسماء، ياتي هنا على ثاني الأسماء، يقدم أيضا غاية سهيل بن سالم بن متعب العفار يقدم غاية، أسماء ما شاء الله تتشابه. وهنا أيضا غاية على الصدارة مع راع الطيرة، وغاية هنا مع بن متعب على ثاني الأسماء. تحدي ولا زالت الأداءات تلقائية حتى هذه اللحظة، حتى هذه اللحظة غاية على الصدارة، غاية مع المركز الأول محمد بن حمد بن صالح العامري. هنا ياتي في هذه اللحظات يقدم لنا هذا الشعار، يقدم لنا هذا الاسم مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الكرام من خلال هذا التحدي. ما شاء الله غاية على الصدارة، غاية على المركز الأول، ياتي هنا محمد بن حمد بن صالح العامري من خلال هذا التحدي، من خلال هذه المنافسة على القيادة الأولى وعلى الصدارة الأولى. هنا غاية، غاية على الصدارة، بن متعب مع غاية أيضا، ولكن هنا راع الطيرة طار بناموس هذا الشوط. سلام سلام غاية سلام محمد بن حمد بن صالح العامري المركز الثاني، غاية لسهيل بن سالم بن متعب العفاري المركز الثالث. المركز الثالث كان الدخول أيضا مع المركز الثالث، هناك شواهين لسهيل لسهيل بن سالم بن حمد بن يطبع العامري أتى، أو هناك سهيل بن سالم بن حمد بن يطبع العامري، نعم بالفعل، مع شواهين على ثالث الأسماء رابع الأسماء. المركز الرابع كان الدخول مشاهدي الأعزاء متابعينا الكرام من منحاف لمحمد بن مخيط بن نوب العامري خامسا. المركز الخامس كانت هناك أيضا كان شعار حامد بن مصبح بن محمد بن راشد المنعي. إذا عودتنا بالتاني والناموس لمن قدم لنا غاية، هناك محمد بن حمد بن صالح العامري، تهانينا له الناموس. والتوقيت الزمني كان أيضا 7 دقائق 37 ثانية 59 جزءا من الثانية، تهانينا والناموس.